السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال أقول لك فين الشيطان حاطط العقد في جسمك، ومش بس كده، عايزك تتأكد إن سبحان الله هيحصل عندك كلكعة تحت الجلد، وبعد ما يحصل الكلكعة هتلاقي كدمة زرقاء كده، ودي مكان العقد اللي موجودة فيها الشياطين في جسمك، واللي بمعنى أصح الشيطان حتى السحر في هذا الموضع. ولذلك هنكتب آية على الجلد بتاعنا مباشرة على الكلكعة اللي هتظهر معانا، او في نفس الوقت برضو يعني سبحان الله على البقعة الزرقاء اللي هتطلع في جسمك او البقعة الحمراء. وسبحان الله معروف ان الشيطان بيعقد على ابن ادم عقد كتيرة جدا، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ده في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. عايزك تعرف ان الاسحار اللي الانسان بيصاب بيها هي عبارة عن عقد كده بتعقد ليه. فلو انت متابع معايا ومركز معايا، اكتب لي بسم الله على التكست، ودوس لايك واعمل مشاركة. دوست لايك وعملت مشاركة، انا عارف ان انت لا هتدوس لايك ولا هتعمل مشاركه، فقلت توكلت على الله، بس عايز اعرف انت متابع معايا ولا لا، لان انا هظهر ليك مواطن عقد الشيطان في جسمك، ومش بس كده، هخليك انك انت تحط ايدك على موطن العقد ديت. فلو انت عندك صداع في الراس هتبص تلاقيه اختفى نهائيا، واللي بيعاني من الم اسفل الظهر مش هيلاقي الالم دي خالص، واللي بيعاني من الم في الركب والم في المفاصل وعنده شقيقه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستمع ليا وهتدعي لي بعد المقطع ده. أول حاجة، في أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان بيضع العقد في جسد ابن آدم. وأنا بذات نفسي، وأعوذ بالله من كلمة أنا، حسبت ليك موطن عقد الشيطان في الجسد، بمعنى إن أنا هخلي الشيطان اللي هو موجود في جسمك ده يظهر عليك ويدي علامة ودليل إن هو موجود في المكان الفلاني. بعد ما يدي الشيطان العلامة والدليل على وجوده في هذا الموضع، هنبدأ إننا نستخدم برنامج علاجي، وفي نفس الوقت أفدي نفسي وأفدي روحي. أفدي روحي بإيه؟ إن أنا أذبح أي حاجة لله جل وعلا وأطعمها للمساكين. فاللي متابع معايا ومركز معايا يقول أنا مركز وعايز أشوف تعليقك دلوقتي على التكست. يا أخي اكتب لي أنا مركز. أول حاجة يا سيدي، اللي بيعاني من صداع وبيعاني من شقيقة وبيعاني من آلام في الظهر وبيعاني من آلام في الركب والمفاصل، ممكن تعمل لي كف إيدك كده؟ عملت كف إيدك كده؟ أنا عايزك بس تبص على إيدك دلوقتي، هقرأ ثلاث آيات في كتاب الله جل وعلا، ثم هسألك سؤال بعد ما نقرأ هذه الآيات. أول آية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بص على يدك الآن، هتلاقي إن صبعك ده اتفتح كده. لو صبعك اتفتح كده هتبص تلاقي إن صبعك ده في حركة لا إرادية وابتدى إن هو يتحرك كده. كل شخص صبعه اتحرك وحصل إن هو انفتح يكتب لي في التعليقات الآن. يا سيد الكريم اكتب صبعك اتفتح ولا لأ؟ انت عايز تتخلص من كل عقد الشيطان، سواء كان العقد ديت عبارة عن عقد شيطان عين او عقد سحر، اكتب في التعليقات لو صبعك اتفتح قول انا صبعي اتفتح. اول حاجة احنا هنركز عن العقد اللي هي بتسبب الشقيقة والصداع في الرأس، فخلينا اسألك كده عن بعض الاعراض، وقول لي في التعليقات الاعراض دي موجودة عندك ولا لا. ويريد كل الناس اللي بتسمعني الان تكبس على الشاشة مرتين وتدوس على زر لايك وتدوس على زر قلب، عشان المقطع ده يوصل للي محتاجه بجد، فيكون في ميزان حسناتك وميزان حسناتي. فاللي مركز معايا يقول لي بسم الله على التكست. اول حاجة يا اخي الكريم، انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بتعاني من صداع هتبص تلاقي ان الصداع بيجي كده في منطقة الرأس هنا في الهامة، ثم بعد ذلك بيمسك راسك كلها، وبعد كده يكون في خلف الرأس وتحس ان راسك تقيلة جدا. ومهما يعني سبحان الله خدت من حبوب لإزالة الصداع او مسكنات للألم، الألم مش راضي يسكن نهائيا، وتحس كده ان في حاجة مسكات كده ايه من راسك من الخلف، مش راضي تسيب راسك نهائيا، والصداع ما بيسيبكش خالص ولا بيفرقك، وما تعرفش ايه السبب اللي مخلي الصداع ده مستمر معاك كتير. اي حد بقى بيعاني من الشقيقه وبيعاني من صداع في الراس، اعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صليت على النبي. ايوه بقى كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان العبد لما يجي ينام في الفراش بيعقد الشيطان ثلاثه عقد على راسه، وده طبعا بيسمى بسحر الشياطين، والشيطان كل هدفه ان انت ما تكونش قريب من ربنا سبحانه وتعالى نهائيا. فهو عايزك دايما انك انت تظل مريض، تظل تعبان، تظل دايخ، ما فيش اي صحه في جسمك، جسمك كلته منهار، الجسم كله يعني سبحان الله بتاعك مش سالم نهائيا ولا خالص، فتطلع من تعب تخش في تعب تاني، وتطلع من تعب اخر تخش في تعب غير منه. فعشان كده الشيطان ده بيعقد الثلاث عقد دولت. فلو العبد جنب الليل وقال بسم الله اتفكت عقده، ولو اتوضى اتفكت التانيه، ولو صلى
اتفكت الثلاث عقد. عشان كده اللي فاقد صلاة الفجر فاقد حاجات كتيرة جدا في حياته. وعشان كده كل إنسان دلوقتي بيسمعني بيعاني من الصداع أو الشقيقة، أول عقدة موجودة هتلاقيها في المنطقة دي كده. وأنا عايز أقول على حاجة بس هتحصل معاك بعد ما أقولها، لأن أنا لو قلت دلوقتي إيه اللي هيحصل معاك في راسك، ممكن واحد من الفلاسفة اللي موجودين معانا يقول ده شغل إيحاءات نفسية، وإنك أنت بتسيطر على الإيحاءات النفسية والكلام الفاضي اللي ملوش أي لازمة ده. فخلينا نركن كل الحاجات دي على جنب ونركز مع بعض. غمض عينك يا سيد الكريم، وأول عقدة بتكون موجودة في الراس وهعرفك مكانها فين وهقول لك تكتب إيه عليها عشان تتدمر العقدة ديت. وعلى فكرة هتشوف منام إن في حاجة غريبة جدا بتحصل معاك، بس خلينا بعد ما ندمر العقدة. ها، غمضت عينك؟ اللي غمض عينه يقول لي أنا جاهز دلوقتي، واللي بيعاني من صداع يقول لي أيوه أنا عندي صداع وجاهز هبدأ معاك. كتبت في التعليقات يا أخي الكريم إيه اللي منعك إنك أنت تكتب تعليق؟ يا سيد الكريم رد على سؤالي، ها جاهز؟ طيب إذا كل اللي عنده صداع بقى يغمض عينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كل شخص عنده صداع الآن هيلاقي إن في صفير حصل في ودنه وفي نبض حصل في الراس، هيحصل الآن. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. كل واحد بيسمعني هيلاقي إن في قشعريرة حصلت في راسه وبرودة، الآن هتلاقي الصداع اختفى. بالنسبة للناس اللي بتعاني من ألم في الظهر، ألم في الركب، ألم في الصدر، كتمة في النفس، ويجوا وقت المغربية كده يحسوا إن نفسهم بياخدوه من عنق زجاجة ومش عارفين ياخدوا نفسهم نهائيا، ودايما يصحى من النوم يلاقي نفسه دايخ مش عايز يقوم من الفراش نهائيا، في تعب في جسمه وإرهاق عام، أي عقد من عقد الشياطين دلوقتي. أنا هقرأ خمس آيات في كتاب الله جل وعلا، بمجرد ما أقرأ هذه الآيات هتبص تلاقي إن في نبض حصل في جسمك، هتروح تبص على مكان النبض ده هتلاقي كلكيعة طلعت تحت الجلد أو كدمة زرقاء أو بقعة حمراء قد الدايرة كده. فلو أنت جاهز معايا اكتب لي في التعليقات يلا بسم الله توكلت على الله، جاهز؟ اكتب لي نعم. غمض عينك بقى وركز معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال،
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. في اللحظة دي تحبصت تلاقي إن في نبض حصل في ظهرك أو نبض في الركبة أو نبض في الصدر. اللي حصل اللي عنده نبض يقول بسم الله ويكشف الآن عن المكان اللي فيه نبض هيلاقي إن فيه كدمة زرقاء أو كلكعة زرقاء كده حصلت. ها شفت الكلكعة ولا لسه؟ يا ريت إنك أنت تكتب لي في التعليقات. أنتوا ليه ما بتكتبوش في التعليقات؟ كل واحد استمع للآيات وحس إن فيه نبض حصل في الظهر عنده ونبض حصل في الصدر عنده أو نبض في أي موضع ده الشيطان نزغ الشيطان اللي حصل لك ده هو ده مكان العقدة اللي الشيطان عجتها فاللي حصل عنده يعني سبحان الله هذا النبض يقول أيوة فعلا أنا حصل عندي نبض روح الآن دلوقتي بقى بص على مكان النبض ده هتلاقي فيه كدمة زرقة أو بقعة حمراء أو كلكعة تحت الجلد هتكتب عليها الآية دي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وتحت منها هتكتب كالتالي فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم بس يا سيدي لما تيجي بقى تخش الحمام لازم انك انت تمسح الآيات ديت كل الآلام اللي هتكون بتعاني منها في الظهر في الركب في المفاصل في الدماغ أيا كانت العقد اللي موجودة في جسمك هتبص تلاقي ان هي تتلاشى نهائيا وبعد ما العقد ديت تتلاشى هتبص تلاقي ان ظهرك خف وركبك خفت وانا حسبت لك ان الحاجات ديت كلها بعد ما النبض اللي حصل معاك ده وقع ليك حسبت لك دلوقتي ان الاشياء دي كلها كانت عبارة عن نقطة شيطان وحتقوم تمشي مش هتلاقي عندك لألام في الظهر ولا ألام في ركبك ولا صداع ولا خنقة واللي لقى كدمة زرقاء او كلكعة تحت جلده ياريت يكتب لنا في التعليقات ايه اللي حصل معه عشان ارد عليه جاهز يا سيدي لو جاهز قول ايوة انا معاك اهوت نبدأ دلوقتي ياريت بقى كل الاخوة والاخوات اللي مش راضين يدوسوا لايك ولا يعملوا مشاركه وشافوا الحاجات دي في نفسهم يا اخي شارك المقطع ده لاصحابك واصدقائك شاركوا في جروبات الواتساب في الفيسبوك لعل ان في حد يستفيد من الطريقه العلاجيه دي لان برنامج علاجي لدني مش موجود عند اي حد خلاص نهائيا فجاهز معايا هقرا اربع ايات وهقول لك قوم امشي مش هتلاقي اي الم في جسمك وهتكتب لي في التعليقات والله فعلا اختفى الالم نهائيا مش شرط انك تحلف قول فعلا انا ما لقعتش عندي الم ولا مش لاقيه خالص جاهز دلوقتي معايا ولا مش جاهز اذا قول بسم الله او قول الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد تسحب كل الألم اللي موجودة في الجسد الآن وتختفي تسحب كل الألم اللي موجودة في الجسد الآن وتختفي بأمر الله قم دلوقتي مش هتلاقي ان ركبك طجت معك اعمل ظهرك كده مش هتلاقي ان في ألم خلص في ظهرك قول الحمد لله في التكست اختفت كل الألم واختفى كل التعب اللي موجود عندي بفضل الله اكتب ده في التعليقات واكتب الآية ديت على موضع النبض او الكلكعة واللي ظهر عندك كلكعة او حلقة في جسمه زي ما قلت يكتب لي ايوه فعلا طلعت عندك كلكعة ولقيت فعلا حلقة او بقعة حمراء تكتب عليها الآية والآية الأخرى اللي أنا قلت لك عليهم وانسى بقى أنك أنت تعاني من أي عقد من عقد الشيطان مرة تانية الشياطين محبوسة ورمضان فرصة أنك أنت تتخلص منهم لو عجبك المقطع ده دوس لايك وشاركه لأصحابك وأصدقائك فالدال على الخير كفاعلي أو كبس على الشاشة كبستين على الأقل دمتم في ود في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.